تكلم يا رب لأن عبدك سامع. يا رب أشكرك لأنك تفتح أذاننا فنسمع ما يقوله الروح للكنائس. أشكرك لأنك حاضر في الوسط تطمئن قلوبنا، تملأنا بالطمأنينة، تملأنا بالراحة. وأشكرك لأنه أي شخص أتى إلى هذا الاجتماع منزعجا يخرج في ملء الراحة، في راحة حقيقية لأنك هنا أيها الرب. لمع بداخلي آية وإحنا بنصلي، آية مشهورة أبدأ بها. إنجيل يوحنا أصحاح 3 وعدد 16. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. لأنه هكذا أحب الله العالم. ارفع ايدك كده وقول يا رب أشكرك لأنه أنت أحببتني. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الرب أحبني، الرب أحبك. نعم هذه الآية تقول هكذا أحب الله العالم، العالم. بس بعد كلمات قليلة يقول لكي لا يهلك كل من يؤمن به. من يدرك هذه المحبة؟ ما هو كيف تؤمن؟ تؤمن عندما تدرك محبة الرب. بتؤمن بإيه؟ بتؤمن بأن الرب أحبك وأنه مات لأجلك وقام، وأنه في موته لأجلك رفع خطاياك، أخذ خطاياك ونتائج خطاياك. بس الإيمان المدخل بتاعه إيه؟ أنك تؤمن أن الرب قد أحبك. الرب أحبك. هل تؤمن أن الرب أحبك؟ ارفع إيدك كده عالي. أؤمن أن الرب أحبني، الرب حبني. رسول بولس قاعد يتغنى بهذه الأغنية، الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. كان مدركا، الرسول بولس كان مدرك أنه الرب أحب العالم لأنه هكذا قد أحب الله العالم. بس كان في إدراك آخر أنه مش الرب أحب العالم بشكل عام كده، لا ده الرب أحب العالم، ده أحب كل شخص فينا على حدة. بس لأنه أحبنا كلنا فقد أحب العالم. ده إدراك لازم يبقى حاصل جوايا وجواك، إنه مش فقط هكذا أحب الله العالم، يعني حب المجموع، حب الجماعة، حب العالم، حب الأجيال جيل ورا جيل. نعم هذه حقيقة، بس ما هي الكيفية؟ الكيفية هي أن الرب قد أحب كل شخص، كل واحد، ولأنه أحب الكل فالمجموع هو العالم. هكذا أحب الله العالم. بس الإعلان اللي الرب عايز يقوله لك هنا إيه؟ إن الرب حبك أنت، أنت، أنت. يعني انه الرب كان بيفكر فيك انت بالاسم. يعني تقول لي ده انا حياتي مش عارف كانت سيئه جدا وكنت بعيد جدا عن الرب، اقول لك الرب كان يحبك من قبل حتى ان تاتي له، الرب كان يحبك من قبل ان تولد، الرب كان يحبك لانك كنت في ذهنه منذ الازل، في الرب، في ذهن الرب، في قلب الرب. الرب احبك بالاسم. هل تؤمن ان الرب احبك بالاسم؟ هل تؤمني؟ يعني تقدر تقول كده الرب حب وتقول اسمك. الرب حب تقدر تقولها كده بصوت عالي، قولها يمكن ما لم تتذوقها من قبل. قول الرب حب فلان وقول اسمك كده. الرب حبني، حبني انا، الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. يعني هو رايح على الصليب، اوعى تفتكر انه كان رايح فقط اللي في ذهنه هو المجموع. لا، وهو رايح على الصليب انا اؤمن انه كان يفكر فيه. وهو رايح على الصليب لابد أن تؤمن أنه كان يفكر فيك.
كان بيفكر فيك وهو رايح على الصليب، كان بيفكر في فلان، كان بيفكر في فلانة، كان بيفكر في الأخ فلان، كان بيفكر في الأخت فلانة، وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد. نعم كانت رؤيته أن يأتي بأبناء كثيرين، بس هو عارفهم واحد واحد. يعرفك، هو يعرفك، هو يعرفك، هو يحلم بك. يعني وانت بعيد في الخطية الرب بيحلم بيك حينما تأتي إلى حياة البر. يعني وانت بعيد وانت في الضعف الرب بيحلم بيك في القوة، وانت حتى بعد وانت مؤمن لو عندك ضعفات وعندك خوف وعندك، الرب بيحلم بيك وانت في ملء الكمال الذي يريد ان يعطيه اياه. الرب بيفكر فيك، الرب بيحلم بيك، الرب بيحبك، الرب بيحبك. كيف تفكر في ابنك، كيف تفكر في بنتك، او كيف تفكري في ابنك، كيف تفكري في بنتك حتى من قبل ان ياتي في مرات كثيره، هكذا الرب يفكر فيك، يفكر فيك ويحبك. الذي احبني واسلم نفسه لاجلي، الذي احب، هذه قوه التبعيه، هذه قوة أني أمشي وراء الرب. لماذا أتبع الرب؟ نحن نتبع الرب، نحن نحبه. لماذا؟ لأنه هو قد أحبنا أولا. لماذا تحب الرب؟ لأن محبته انسكبت بالإيمان في قلوبنا. لماذا؟ ليه تلاقي كثير من الآيات في الكتاب بتشجعك تدي حياتك للرب؟ لماذا؟ الإجابة أمر واحد فقط، لأنه هو قد أحبك وأسلم نفسه لأجلك. لأنه لهذا مات المسيح كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم، لكن للذي مات لأجلهم وقام. الذي أحبني، الذي أحبني. هل تؤمن؟ ارفع ايدك كده عالي. وإذا لم يستعلن لك حب الرب، يا رب أصلي في اسم الرب يسوع ليستعلن حبك لكل شخص في هذا الاجتماع، وكل شخص يتابع عبر الإنترنت، وكل شخص يستمع إلى هذه الكلمات فيما بعد، ليستعلن حبك أيها الرب. نعم أحب الرب، أحب الرب، وتقول كده في قلبك بحب الرب اللي حبني، عشان كده أتبع الرب كل حياتي. ما هنا بقى خلاص الحياة بتتحول من خناقة ما بينك وبين الرب، أصل عايز نعمل كذا وأنا مش عايز أعمل، أصله ملامح الطفولية دي في الحياة الروحية. حينما ألمس بحب الرب، ما الذي يحدث؟ أنا للرب، أنا للرب، أتبع الرب بكل قلبي، أذهب إلى الرب أقول له ماذا تريد أيها الرب. مش رايح للرب بالنوتة بالأجندة بتاعتي وبقول له يا رب ده اللي أنا عايزه، ده اللي أنا عايزه، ده اللي أنا عايزه، يلا حط كده البركة عليه. لا، حينما ألمس بحب الرب أفهم إنه لا شيء في نفسي لي، لا شيء في نفسي لي. ارفع ايدك كده وقول للرب لا شيء يا رب في نفسي لي، ولا نفسي ثمينة عندي، ولا شيء في بيتي. وهللويا، لأنه حينما تسلم الكل للرب، هل تعلم ماذا يحدث؟ تأتي نيران الرب، واستأتي نيران الرب، يصير الكل في حماية الرب، لأن نيران الرب هي أبعد مكان يستطيع العدو أن يقترب منه. نيران الرب هي أبعد مكان تستطيع الأرواح الشريرة أن تقترب منه. إذ يلمسك حب الرب وتأتي مكرسا للرب، تضع أمام الرب كل شيء، تكتشف أنه حينما وضعت عند الرب الكل، صار الكل أجود ما يكون، أجود ما يكون. ارفع ايدك كده ومرة تاني باسم الرب يسوع قوله المسني يا رب بنيران حبك، يا رب المسني بنيران حبك. لو في حد يا رب متعصر في محبتك، لو في حد مش بيقول انت فين، لو في حد بيقول كنت فين في هذا الموقف، يا رب اصلي ان تتراءى انت لهؤلاء الاشخاص في اسم الرب يسوع. تراءى يا رب انت في احلام، في رؤى، تراءى انت باعلانات مباشره، تراءى انت يا رب كده في حتى في نظره في الهواء، بس انت تيجي تجتاح الهواء. نعم، وتزري العدو كما يزر الدخان في اسم الرب يسوع. تراءى لكثيرين أيها الرب. نعم، تراءى لكثيرين يا رب. وارفع ايدك كده وصلي لأجل الشهور اللي جاية. هللويا، تصير الشهور اللي جاية شهور ترائي بمحبة الرب لكثيرين. تصير الشهور اللي جاية الشهور أغنية بترتفع دائما، أنا للرب، الرب أحبني، أحيا لأجل الرب. نعم هللويا. يا رب أصلي باسم يسوع إعادة لتشكيل الخريطة في الأيام الآتية وفي الشهور الآتية في اسم الرب يسوع. وشوف الخريطة وهي بتتشكل من أول وجديد، شوف الخريطة وهي بتتشكل من أول وجديد. هللويا، شوف كده بالإيمان، ارفع ايدك، الخرائط وهي تشكل بمحبة الرب من أول وجديد في اسم الرب يسوع. هللويا هللويا. الرسالة اللي جوايا كده النهاردة أن الرب يريد إعادة تشكيل الخرائط. الرب عايز يعيد تشكيل خرائط كثيرة. هل تؤمن؟
الرب عايز يعيد رسم الحدود بشكل مختلف، في اتساع للحدود والطرد للعدو من تخومنا في اسم الرب يسوع. إعادة تشكيل الخرائط. تقول يعني إيه إعادة تشكيل الخرائط؟ أقولك يعني حياتك عاملة إزاي النهاردة؟ تقول لي كذا 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 كذا، أقولك يعني الرب جاي يقلب الخريطة بتاعت حياتك ديت. هل تقبل بالإيمان؟ هل تقبلي بالإيمان؟ يعني شخص عنده يأس، يعني شخص عنده، يعني شخص الأيام رتيبة جدا بالنسبة له، الأيام بقت شبه بعض في شغله، بقى مفيش حاجة شاعر فيها بتدخلات إلهية، واحد في بيته أو في وسط عيلته أو في جوازه، أو شاعر إن الأمور رتيبة جدا، مفيش أمور كده من يد الرب بتخلي اليوم مختلف، بتخلي اليوم في انتعاش. الرب جاي يعمل إيه؟ الرب جاي يعيد تشكيل الخريطة من أول وجديد. هل تؤمن؟ ارفع ايدك لأجل شهر 8 9 10 11 12. هللويا. إعادة تشكيل يا رب للخرائط. آمن 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 آمن. وإعادة تشكيل الخرائط دي بقى في مركز الرب جاي يتكلم عنه النهاردة، في مركز لإعادة تشكيل الخرائط. يعني الخريطة بتاعت حياتك دي هيعاد تشكيلها من خلال مركز. إيه المركز ده؟ المركز ده هو بيتك، المكان الذي تقضي فيه وقتا. الرب عايز يبتدي من البيت. يوجد امر الرب عايز يصنعه في بيوت كثيره خلال الايام والشهور اللي جايه. هل تؤمن؟ ارفع ايدك كده عالي بالايمان، حتى لو انت مش شايف حاجه خالص دلوقتي، في امر الرب عايز يعمله في بيوت كثيره الايام والشهور اللي جايه. وعايز الخص لك كده اللي جوايا في جمله، وبعدين اخد شواهد، رساله قصيره بنعمة الرب، أصلي أنها تبقى واضحة جدا لروحك، وأصلي أن كل كلمة تسمعها النهاردة تأتي بقوتها على أرضك في اسم الرب يسوع. وكل ما تسمع أرضك في هذه العظة تذكر دائما البيت بتاعك، تذكر المساحة اللي بتقضي فيها الوقت، تذكر المكان اللي بتروح ليه في آخر اليوم، لأنه ده الرب عايز يعمل فيه تغييرات عظيمة جدا. أمين. فالجملة اللي جوايا كده حاجتين مهمين قوي: استعلان حضور الملك في بيتك، استعلان حضور الملك في بيتك، استعلان حضور الملك. واستعلان حضور الملك يعني استعلان خلاص، لأنه دي طبيعة ملك الرب. يعني خلال الشهر اللي فات رب عمال يفتح عيني على ده، أنا طبيعة ملكه خلاص، طبيعة ملكه كده. يعني زي ما يبقى في ملك مثلا عنده رغد كتير جدا وغني جدا و و و وحينما يملك على بلد معينة أو إيه اللي يحصل، البلد دي بتتغطى بطبيعة ملك الملك ده، بالغنى بتاعه، بالرغد بتاعه. طبيعة ملك الرب خلاص. يعني حينما يملك الرب إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل خلاص، بكل ما تحمله بقى. هذه الكلمة تحمل في الأصل معاني كثيرة جداً، تحمل حرية، تحمل شفاء، تحمل تسديد للاحتياجات، تحمل وفرة، تحمل غنى، تحمل ملك الرب. ارفع ايدك وقوله نعم لتملك على أرضي أيها الرب بخلاصك في اسم الرب يسوع. طبيعة ملكه خلاص. استعلان حضور الملك، ويصاحب استعلان حضور الملك في أجواءك استعلان لسلطانك. وده مرتبط بالوجه الرابع من الأربعة وجوه اللي يمكن لو بتتابع العظات من أول السنة الرب أعطانا كده، إنه كأنه السنة دي مقسمة لأربعة مسحات، وبدأت في الشهور الأولى بمسحة الأسد، انتقلنا بعد هذا إلى مسحة النسر، انتقلنا بعد هذا إلى مسحة الثور. وأشعر بداخلي أنه وقت الاستعلان مسحة الإنسان، وجه الإنسان. وواجه الإنسان ده حينما يستعلن يعني إيه؟ يعني استرداد لسلطانك في وجه العدو. وجه الإنسان حينما يستعلن، وجه الإنسان ده أحد الوجوه الأربعة، أحد المسحات بتاعت العرش الأربعة. وجه الإنسان حينما يستعلن بيستعلن معاه إعادة تشكيل الخرائط، إعادة استرداد للأراضي المفقودة، لأنه الإنسان دي مسحة الإنسان الأصلية، أن يمتلك، أن يملك الأرض وأن يخضعها. عشان كده استعلان وجه الإنسان ده يصنع هذا. هل تؤمن؟ ارفع ايدك كده في اسم الرب يسوع. استعلان حضور الملك، استعلان سلطانك. تقدر كده تحفظ وتصلي بهذه الكلمات الشهور اللي جاية: استعلان حضور الملك،
استعلان سلطانك بأنه وجه الإنسان الممجد يظهر، تختبر عربونيا ما سنختبره في مجيء الرب. نستطيع أن نختبره عربونيا الآن. يعني إيه؟ يعني تقف في أوضتك وتمتلئ بمجد الرب ووجهك يبقى مشرق مليان بمجد الرب والأعداء يخافون فيرحلون من أرضك في اسم الرب يسوع. استعلان حضور الملك، استعلان سلطانك بتراء الرب في وجهك. ليه بقى؟ ليه الحاجتين دول هيمشوا مع بعض؟ لأجل راحة أرضك. لأنه خلي بالك بقى ده الهدف هو البيت، الأرض بتاعتك. الأرض بتاعتك بقى أيا كان، عايز تحط الأرض بتاعتك. أنا اللي جوايا الأرض يعني البيوت. ممكن الرب يستخدم الكلمات دي معاك. الأرض يعني وقت، يعني مكان العمل بتاعك، تقولي بقضي فيه معظم الوقت بتاعي، يبقى دي الأرض اللي الرب بيتكلم عنها النهاردة. ممكن الارض بتاعتك تبقى العربيه بتاعتك، بتقضي اوقات طويله جدا في عربيتك مثلا نظرا لشغلك، او وتبقى دي الاكتر ارض، يبقى الارض بتاعتك اللي الرب عايز يعمل فيها كده دي العربيه بتاعتك، او كل الحاجات دي مع بعض. فمره اخرى، استعلان حضور الملك، استعلان سلطانك من خلال ترائي وجه الانسان، مجد الرب مترائي على وجهك. لماذا؟ لاجل راحه ارضك. لأنه هذا الحضور عندما يغطي، وهذا الاستعلان لوجه الإنسان للسلطان، استعلان لسلطانك حينما يحدث، يحصل راحة في أرضك. لأجل راحة أرضك وتوفر، أنا بقولك كده الكلمات اللي شعرتها جوايا وهقرأ معك شواهد، وتوفر أنه متوفر مساحة. مساحة دي أقصد بها بيتك، أقصد بها مكان بتقابل فيه مع الرب، بتتعشى فيه مع الرب زي ما كنا بنصلي. توفر مساحة، المساحة دي تتم فيها ايه؟ تتم فيها معموديات راحة. يعني استعلان حضور الرب في بيتك، واستعلان سلطانك من خلال استعلان وجه يسوع فيك، وجه ابن الانسان. لما ده يحصل ايه اللي يحصل؟ يحصل راحة لأرضك، فتتوفر مساحة. المساحة دي لما تقعد فيها يحصل ما أدعوه هنا بمعموديات الراحة. ده التعبير اللي لقيته جوايا. إيه معموديات الراحة يعني؟ عارفين كلمة معمودية يعني إيه؟ صبغة، أو يعني وطبعا في العهد الجديد تتم بالتغطيس عشان يقولك يعني إيه صبغة. دي الأصل يعني صبغة، يعني زي ما بتجيب ثوب كده وتحطه فيه الصبغة، فالصبغة بتحيط به من كل جانب وتتغلغل فيه. ده معنى كلمة معمودية في العهد الجديد. فالرب عايز بقى يعمل ايه؟ عايز يعملك معمودية راحة. يعني يتقابل معاك في بيتك، يتعشى معاك. يتعشى معاك يعني ايه؟ يعني افهمني جيدا، يعني ما اقصدش دائما في الوضع المعتاد للصلاة. لا اقصد فقط الوضع المعتاد للصلاة، ان انت بتصلي فشاعر باللي انا بقوله ده. لا، أنا أقصد حرفيا كما تدعو شخص ليتعشى معك، بيبقى في حاجات مختلفة. تتكلموا مع بعض، بتاكلوا، ممكن تقعدوا تسمعوا مزيكا مع بعض، أيا كان. إنه يحصل ده في بيتك، يحصل معمودية الراحة دي. يعني بقى في مساحة، مساحة أرض، أرض. كلمة أرض دي مهمة قوي النهاردة. يبقى في مساحة، يبقى في أرض، يبقى في مكان بيحصل فيه معمودية الراحة. يعني وأنا قاعد، أنا قاعد مع الرب وحضور الرب مغطي الأوضة اللي أنا قاعد فيها، بيكلمني الرب، بيحط حاجات جوايا. في مرات الرب حتى يهزر معايا، في مرات الرب يجي يقول لي كلام جد جدا، في مرات الرب يفكرني بآية، يفكرني بموسيقى الترنيمة. الرب قاعد معايا، أنا قاعد مع الرب. أيا كان بقى بتعمل إيه، بتقرأ، بتستلقف مرات، بس انت عارف ان حضور الرب مغرق المكان اللي انت فيه. دي اسمها ايه؟ معمودية راحة. معموديات راحة. في معمودية الراحة دي تستقبل نيران جديدة واستنارة جديدة. في معمودية الراحة دي يبتدي الرب ينقش بداخلك، ينقش اعلانات للوقت اللي جاي، فهم للوقت اللي جاي. تصير رجلا فهيما. ارفع ايدك كده واطلب من الرب. تصير رجلا فهيما، تخرج من الأوقات ديت في حكمة، فاهم اللي بيحصل، عندي رؤية،
أصير رجل ذو رؤية. هل تشتاق أن تصير رجلا ذو رؤية؟ ارفع إيدك كده عالي قول رب نعم أيها الرب. اللي بتسمعه ده رب عايز يعمله بأسرع ما يمكن. ده مش عشان تاخده وتقول لسه قدامنا في السنة مش عارف كم شهر 5 شهور إلا يمكن. لا ده الرب عايز يعمله من أول النهاردة إنجاز التعبير. الرب عايز يعمله بأسرع ما يمكن. ففي معمودية الراحة دي يعني إيه؟ أنا ليه مسميها معمودية؟ لأنه تبقى قاعد والرب محاوطك وتبقى عارف أنه هنا، مش تخيلات، تبقى عارف أنه هنا. كم واحد بيعرف كده لما الرب يستعلن حضوره؟ هاليلويا. اطلب بقى من الرب دلوقتي، قول انا عايز يا رب وانا قاعد اعرف انك دلوقتي استعلنت حضورك. امتلئ بالفرح. فرح التلاميذ اذ راوا الرب. اللي بحكيهولك ده المركز بتاعه هو شخص يسوع المسيح. يسوع الذي جاء مشى. انا هذه الكلمات عماله تردد جوايا. الرب مشي باقدامه على الارض. أنا أتخيل أن كل رقعة أرض الرب مشي عليها كانت متهللة تحت قدمه، لأن الأرض افتقدت مسير آدم قبل السقوط وهو ممتلئ بالمجد يعلن سلطان الرب عليها. فإذا بالأرض بعد آلاف السنين تلاقي يسوع بيدوس بأقدامه عليها. وإذا في وقت قريب هذه الأرض تصير ممالك الرب، ممالك الأرض للرب ومسيحه، ممالك الأرض للرب ومسيحه. الرب عايز يعمل حاجة في الأرض بتاعتك. الرب عايز يعمل حاجة في الأرض بتاعتك. يوجد أمر مهم الرب عايز يعمله. أكمل هذه العبارة وأروح بعد كده لشواهد. استعلان حضوره، استعلان حضور الملك، استعلان سلطانك، تراء الرب في وجهك، استرداد وجه الإنسان الممتلئ بالمجد اللي لما أرضك تشوفه تخضع لوحديها. حينما ترى أرضك وجهك الممتلئ بمجد الرب تخضع أمامك بدون أمور معقدة، بدون الدخول في أمور متعبة. لا، الأرض تخضع. لماذا؟ لأن يسوع مستعلن فيك. لماذا؟ ليه الرب عايز استعلان حضور الملك، استعلان سلطانك، ترائي وجهه فيك؟ لأجل راحة أرضك، توفر مساحة. أنا بقول لك تاني بنفس التعبيرات، تتم فيها معموديات راحة. في معموديات الراحة دي فيها استنارة، فيها استقبال نيران الرب، فيها إصبع الرب بيكتب جواه، بيعمل جوايا نقش وتقل. وخارج من هذه الجلسات ومن هذه الأوقات، ممكن تبقى بالليل قبل ما تنام، ممكن تبقى الصبح، ممكن تبقى في وسط اليوم لا أدري، بس خارج من هذه الأوقات تقل حضور الرب مالي. لماذا؟ دي حاجة كده في الآخر، لمواجهة يعني الرب عايز يعمل ده بالتأكيد لأنه عايز يتعشى معاك وعايز وعايز وعايز، بس حاجة جانبية كده، لمواجهة معموديات العالم في الوقت اللي جاي. لأنه العالم يريد أن يعمدك. العالم يريد أن يعمدك بما فيه من خوف، من قلق، من تشويش، من انشغال على المستقبل، من أي حاجة. وإيه الحل لكي تنكسر معموديات العالم؟ إيه الحل الإلهي علشان ما يريد العالم أن يحيطك به يفقد تأثيره عليك؟ الحل هو التركيبة اللي أنت سمعتها ديت، معموديات راحة. يعني كلمتين كانوا بيترددوا جوايا، مش اللي بره هو اللي اسرع اللي جوه، اللي جوه هو اللي اسرع اللي بره. امين. ارفع ايدك كده بايمان وقولها حتى كده بايمان، مش اللي بره هو اللي هياثر على اللي جوه، اللي جوه هو اللي اسرع اللي بره. واللي جوه دي ما اقصدش بيها بس اللي جواك، لكن اللي جوه اقصد بيها اللي جوه الحجال، اللي جوه القعدات اللي بحكي عنها دي، اللي جوه ارضك، لان ارضك تفتدى في الوقت اللي جاي في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. في سفر الملوك الثاني في آية 2، الروح القدس لفت نظري ليها خلال هذا الأسبوع. ملوك الثاني 5 هذا إدراك أدركه نعمان السرياني اللي هو كان أبرص وشفي من البرص. في إدراك بسيط جدا، أنا مش عايز القصة نفسها لكن أريد هذه الآية.
فملوك الثاني أصحاح 5 ونبدأ القراءة من أول عدد 14. رسالة بسيطة، آيات متتابعة، يريد الرب أن يلمع هذا الإعلان بداخلك، أن مشيئة الرب، مشيئة الرب الخاصة للوقت اللي باقي من هذا العام، معموديات راحة تتم في أرضك، والأرض تتغير، الأرض تتغير، البيت يتغير، ما تسمعه يحتاج لإيمان أعلم، وخاصة لو أنت شاعر أن الوقت اللي فات اللي حصل في حياتك عكس ده تماما، ارفع ايدك الاثنين كده واعلن معي ايمانك. ايمان، ايمان، امن ابراهيم فحسب له برا، امن ابراهيم على عكس العيان ما كان موجودا في هذا الوقت، بس امن وحينما امن راى ما امن به اعطاه الرب اسحاق، وصار ابراهيم هو ابو الايمان. يعني ممكن تبقى المنطقة اللي في حياتك، البيت أو العيلة أو الحتة دي اللي فيها التعب، اللي فيها تقولي دي منطقة متعبة جدا لها سنوات وسنوات، أقولك تبقى المنطقة دي شبه المنطقة اللي عند إبراهيم اللي كان فيها عاقر لا ينجب وسارة، بس إيه اللي حصل؟ إسحاق أتى في هذه المنطقة وتحولت هذه المنطقة إلى منطقة بطولة للإيمان في حياة إبراهيم. هل تؤمن باسم الرب يسوع؟ بص بقى في ملوك الثاني أصحاح 5 وعدد 14، فنزل وغطس، ده نعمان، في الأردن. طبعا الأردن ده نهر فين؟ ده في أرض كنعان، 7 مرات حسب قول رجل الله، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهرة. حدثت معجزة عظيمة. إيه اللي حصل هنا؟ نعمان ده اللي كان ممتلئ برص، حينما كان يخلع ملابسه في بيته كل يوم يشوف البرص، يشوف المرض اللي عنده، ويعلم أنه ذاهب لنهاية يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم. رأته فتاة صغيرة، وهذه الفتاة كانت تحب الرب وكانت مدركة أن إلهها إله عظيم، ليس عنده مانع أن يشفي نعمان السرياني. فعملت إيه هذه الفتاة؟ راحت ببساطة كده وقالت لها، قالت لمولتها اللي هي امرأة نعمان، قالت لها يا ريت جوزك يقدر يروح للنبي اللي في السامرة. ليه؟ لأنه أنا أؤمن أنه إلهي إله شعبي يستطيع أن يشفي زوجك. كلمة بسيطة، بس هذه الكلمات البسيطة صنعت معجزة عظيمة. هل تؤمن أن الرب يستخدمك في كلمات بسيطة؟ يقول لك كده روح للشخص ده قوله بس يجي يصلي انه انا اشفيه. تذهب الى شخص تقول له طب اطلب الرب، اطلب انه يشفيك، يطلب الرب فاذا به يشفى وتتغير حياته. فتاة صغيرة. احب جدا جدا هذه القصة، لانه فتاة صغيرة دي حتى ما نعرفش اسمها ايه، بس كانت واثقة في الهها. هللويا. يا رب أصلي باسم الرب يسوع لفتيات صغيرات تستخدمهم بمجد غير عادي الوقت اللي جاي. يا رب أصلي نعم لأجل مؤمنين لسه جداد، بس تستخدمهم في معجزات عظيمة، هذه المعجزات تقلب بلاد في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك كده وآمن. ما الرب قال كده، هتساقون ممكن أمام مولاة وأمام ملوك، ما تخافوش، الروح القدس سينطق فيكم. الرب يستخدمك مع أشخاص يمكن في منصب لأجل شفائهم، لأجل تحريرهم في اسم الرب يسوع، لأجل شهادة عن يسوع المسيح ابن الله الحي. نعم، هللويا. الرب يستخدمك، ارفع ايدك بإيمان، آمن أنه الرب عايز يستخدمني. لا يريدني الرب مؤمنا ضعيفا، يريدني الرب مؤمنا قويا. وزي ما كنا بنرنم بيت قيصر، كثيرين فيه يخلصون في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. فنزل وغطس في الأردن 7 مرات، مرة أخرى الأردن ده في أرض كنعان حسب قول رجل الله، فرجع لحمه كاللحم صبي صغير وطهرة.
فرجع إلى رجل الله وكل جيش ودخل وقف أمامه وقال: هوذا قد عرفت. بص بقى لما شوفي إيه اللي حصل. هوذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل. بص الوعي، بص الإعلان، عرفت أنه ليس إله في كل الأرض، كل الأرض إلا في هذه الأرض التي نحن فيها اللي هي في هذا الوقت إسرائيل. والآن فخذ بركة من عبدك، عايز يديله هدية. فقال: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إني لا أخذ. طبعا هنا رفض تماما أليشع أن يأخذ. حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إني لا أخذ. ليه؟ عايز يعلم نعمان أنه عطايا الرب دي مش بتدفع فيها حاجة. يعني أنت يا نعمان ما خفتش لأن أنت قائد كبير وعظيم، لا، أنت لو كنت شخص فقير جدا وجاي عشان تشفى كان إله إسرائيل سيشفيك ومش منتظر منك حاجة. فيا نعمان مش معنى أنه أنت قائد كبير أنه الرب مستني منك حاجة بعد ما خفيت. عطايا الرب لا تثمن بثمن. عايز يعلمه الدرس. طبعا نعمان كنيته كويسة، لا يقصد، هو فرحان فعايز يعطي هدايا، بس عايز رجل الله يعلمه هذا الدرس. ألح عليه أن يأخذ فإيه؟ فأبى، رفض. فقال نعمان، بص بقى دي عدد 17 ده اللي أنا عايزه: أما يعطى لعبدك حمل بغلين من التراب؟ لأنه لا يقرب بعد عبدك محرقة ولا ذبيحة لآلهة أخرى بل للرب. إيه اللي طلبه هنا نعمان؟ طلب ياخد من التراب بتاع الأرض. يا بص اقرا الآية تاني: أما يعطى لعبدك حمل بغلين من التراب؟ يعني إيه؟ طبعا هو طبعا غني، فبيقول له إيه؟ بيقول له أنا عايز أحمل بغلين من التراب بتاع الأرض. ليه يا نعمان عايز من التراب بتاع الأرض؟ يقول أصله أنا فهمت أن تراب هذه الأرض المعجزات والآيات والعجائب حدثت عليه كثيرا، أن تراب هذه الأرض رأى عبادة من أنبياء زي أليشع، من فهذه الأرض أو تراب الأرض دي كأنه مميز، كأنه متغير، كأنه في حاجة مختلفة. فقال إيه؟ أنا عايز لما أروح عايز أقرب محرقة، عايز أعمل ذبيحة، بس مش عايز أعمل الذبيحة، مش عايز أقرب المحرقة على التراب الطبيعي بتاع الأرض بتاعتي. ليه؟ لأنه عايز يقول كأنه التراب الطبيعي بتاع الأرض بتاعتي مش مشبع بالمجد زي التراب بتاع الأرض ديت. فاديني إيه الطلب بتاعه؟ تخيلوا ده راجل قائد عظيم جدا وهو ماشي، إيه الطلب بتاعه؟ يحملوا له بغلين تراب. يعني لا أدري، وهو راجع بيهم على الأرض بقى بتاعته مثلا وعلى ومراته لا أدري يقولها إيه؟ يعني يقولها ليه جايب التراب دوت؟ أنت جايب التراب ده هتعفر لنا الدنيا. لا مش هعفر الدنيا. ده بص وعي بسيط جدا جدا، بس أنا شعرت أن الرب عايز يلمع قدامك ماذا يعني أن أرضك تشبع بالمجد، ماذا يعني أنه أرضك، أنه بيتك، أنه أوضتك، أنه أوضتك تشبع بالمجد. فيصير ممكنا أنك حينما تعمد بالراحة في أوضتك، حينما الأرض الجو بتاعك، الجو بتاعك، بص هذه خدعة لا ينتبه لها كثيرين. العدو لو عايز يستنزفك ويخليك مش قادر ترفع راسك، مش قادر تشم نفسك، ايه اكتر مكان يود ان يستنزفك فيه؟ بيتك. لانه الطبيعي انه بيتك ده هو اكتر مكان انت المفروض ترتاح فيه. وما يقوله الرب على الشهور اللي جاية انه بيتك، يريد الرب ان يعمد اجواءه باجواء الراحة. تخيل نفسك عكس الطبيعي بتاعك، يعني الطبيعي بتاعك في بيتك انك دائما مشوش، انك دائما مش منتبه، انك تعبان، انك شعر انه اليوم بيعدي زي اللي قبله. تخيل ده بيتبدل، يمتلئ بالمجد، يمتلئ بالراحة، يمتلئ باستقرار روحي حقيقي ونقاء من نشاط مملكة الظلمة. وبتقضي في ده وقت، بتقضي في ده على الاقل خلص الليل بتاعك. وتخيل بقى انت خارج من الحتة ديت، زي بقى هنا زي اللي طلبه نعمان السورياني، هتخرج بقى شايل التراب بتاع ارضك
وستواجه به التراب بتاع الأرض الطبيعية. ما يجعلك تهزم دائما في الخارج أو في بعض الأوقات في الخارج هو إنك لا تحمل من أرضك تراب مجد، تراب راحة، لأنه أرضك أصلا ما فيهاش نوعية من الأتربة. فالرب يريد أن يغير الأرض، يعني الرب عايز يغير رسمة الوقت بتاع البيت اللي بتاع اللي انت بتقضيه في البيت بتاعك، رسمة الوقت. إن كنت وأنت تسمعني تشعر أن هذا بعيد جدا عن بيتك، قول هللويا، لأن هذه الرسالة هي لك، هذه الرسالة هي لك. لأن الرب مش ما احنا في الاجتماعات مش جاي الرب يسمعنا كلام كده عشان نتسلى بالكلام، لا، ده الرب ايه جاي يقولك اللي عنده، ودائما ما عنده قد يكون بعيدا تماما عن واقعك، لكن يوجد مجد كافي لتغيير واقعك اذا امنت. يعني في حاجه في الذهن لازم تحصل، في حاجه في ذهنك لازم تحصل. ممكن الرب يغير المساحه اللي انت فيها اصلا، هل تؤمن؟ يعني ممكن مشيئة الرب في مرات مش بس انه يغير التراب بتاع المساحة اللي انت فيها، بتاع الارض اللي انت فيها، ده ممكن الرب يغير المساحة اصلا، يديك مكان جديد تسكن فيه، يديك مش عارف عمل جديد، يديك. لا تحد الرب. اللي عليك ايه حينما تستمع الى هذه الرسالة؟ ان تعلن ايمانك انه الرب ارسل هذه الكلمات لهذا الوقت، اذا انا وراء الرب. يعملها الرب بقى بالطريقة التي يختارها. ما هي مشيئة الرب؟ مشيئة الرب أن تسكن آمنا في بيتك في معمودية للراحة، راحة. وهذه الراحة ليست فقط تشعرها في روحك، دي راحة تفيض على نفسيتك، دي راحة تفيض على جسدك. هل اختبرت كده في وقت معين من حياتك أنك تبقى تعبان قوي قوي قوي، بس تيجي في يوم يعمل الرب حاجة معك فتنام في راحة، فتقوم تقول يا بقالي كتير قوي ما نمتش كده؟ الرب عايز يكرر ده كتير. تتذوق الراحة، تتلذذ بالراحة، حتى الأكل اللي انت بتاكله يريد أن يتعشى معك. الأكل اللي انت بتاكله، عارفين ده مش موضوع يعني، بس بعض الناس اللي بتحب تتأمل كده وتدرس يقولوا غالبا الأكل الفواكه والخضروات دي في الأصل يعني ما قبل السقوط غالبا كل حاجة فيها كانت بتعمل تأثير كده له علاقة بالروح، يعني تأثير روحي، يعني زي ما الشجرة اللي أكلوا منها صنعت فتحت العينين وعملت سقوط، ده ممكن تبقى، وفي شجرة حياة حينما يأكلون منها الحياة بتفيض، ممكن تبقى باقي الأشجار كلها، ممكن كل واحدة فيهم بتعمل حاجة. ليه بتقول كده؟ عشان عايز اشجعك انه الاكل بتاعك ده ما يبقاش فقره كده، يعني ما يبقاش العدو حط ايده عليها، يعني سواء بنهم شديد او اي حاجه. لا، ده رب عايز يتدخل في ادق الامور، يعني وانت بتاكل تبقى انت متلذذ. تقولي بس ده عكس خالص بقى الروحانية اللي أنا أفهمها، أنا أفهم الروحانية يعني صوم، يعني ما ده لا يتعارض مع ده خالص. يعني الرب يقودك في أوقات تاكل فتتلذذ بما صنعه الرب لأجلك، والأكل فعلا يعمل حاجة صحية في جسدك. ارفع إيدك كده قول باسم الرب يسوع، أكل أكل صحي وجسدي يستفيد من الأكل اللي أنا بأكله، وفي نفس الوقت لما الرب هيقودني للصوم سأجد بداخلي الجلد والصلابة اني اصوم اوقات حقيقية. ده لا يتعارض مع ده، ما لا تنحرف، يعني ما تروحش يا شمال يا يمين، كن مع الروح، شوف الروح عايز يقودك لايه. اعطانا كل شيء بغنى للتمتع، بس خلي بالك بداية الآية ايه؟ اعطانا، يعني لسه واخد من ايد الرب، مش كده وخلاص، واخد من ايد الرب. ايه اللي هيحصل لما تاخد من ايد الرب؟ ماذا يحدث؟ خد من ايد الرب الاكل بتاعك، خد من ايد الرب الاوقات اللي تاكل فيها، الاوقات اللي تشرب فيها، الاوقات اللي تقعد فيها مع عيلتك تاكلوا مع بعض، الاوقات اللي تنفصل فيها، خد من ايد الرب. لان الرب يريد ان يصنع امر مختلف في البيت، عشان يغير التراب، عشان يغير الارض. استعلان حضور الملك، بص تكوين واحد،
آية أيضا بسيطة جدا ومعروفة، تكوين 1:1. وسفر التكوين ده سفر البدايات، فتستطيع أن ترى فيه النسخة الأصلية لأمور كثيرة. فأنا هاخد من الأصحاحات الأولانية ديت استعلان حضور الرب واستعلان سلطانك، واضحين جدا في الأصحاحات الأولى. في البدء خلق الله السماوات والأرض. كانت الأرض خاربة وخالية على وجه الغمر ظلمة. هل تشعر أن أرض حياتك مثل هذه الأرض خاربة وخالية وظلمة؟ يعني لو خاربة وخالية بس في شوية نور يبقى في أمل في الإصلاح. لا، دي خاربة وخالية وظلمة. بس بص هذه الكلمات العظيمة، ما بتقدمش الكلمات ديت. وروح الله يرف على وجه المياه. ارفع ايدك كده الاثنين وقول يا رب اشكرك، لان المناطق الخاربه في حياتي روح الله يرف على وجه المياه. روح الله يرف على وجه المياه. كثير من الدارسين كده يشوفوا دوت، وانا مقتنع بهذا، انه ما بين عدد تكوين 1:1 تكوين 1:2 ده حدث السقوط بتاع ابليس فخرب الارض. بس بص بقى، ممكن هنا ابليس سقط والارض خربت وشكل كل حاجه كانه لا امل فيها، بس روح الله ما زال عنده رجاء، ما زال عنده امل يرف على الارض الخاربه. يا رب بصلي رف على زيجات كثيره في اسم الرب يسوع. رف على زيجات كثيره يبدو الوضع فيها كانه الارض خاربه خاليه على وجه الغمر ظلمه، تعالى رف على وجه المياه ايها الرب لتلد. وقال الله ليكن نور. مش بس بيرف، يتحرك لكنه يتكلم. وقال الله ليكن نور. قول وانت قاعد كده، ليكن نور، ليكن نور، ليكن نور. نعم، وقال الله ليكن نور فكان نور. لم تصارع الظلمة معه حينما قال ليكن نور، ما وقفتش الظلمة واضطر يقول تاني، قال الله ليكن نور فكان نور. حينما يتحدث على حياتك، وآمن أن الرب يتحدث على حياتك في هذا الاجتماع، ليكن نور فكان نور. ما فيش فاصل زمني ما بين الاثنين. النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه، الظلمة لم تدركه. بعضكم سمعني بقول ده قبل كده، النور له جوهر، له ماهية. النور الضوء له موجات، بينما الظلمة ليس لها أي شيء. الظلمة لا شيء، الظلمة أبسط تعريف هي غياب النور. الظلمة ليس لها تعريف. عشان كده حينما يأتي الرب على الظلمة بليكن نور، ما فيش حاجة تقف قدامه. افهم هذا جيدا، لأن الظلمة يعني الخطية، يعني الفرقة اللي في حياتك، يعني الكسر، يعني أي حاجة العدو عملها. المملكة بتاعت العدو اسمها مملكة الظلمة. هل أنت مدرك؟ أي أن نور الرب أمام مملكة الظلمة يفني الظلمة. اسمها مملكة الظلمة. يعني النور لما ينور ايه اللي يحصل؟ تتراجع الى الخلف. لا يمكن ان تجمع النور مع الظلمه في مكان واحد. فكر في هذا. ممكن النور يبقى ليه مستويات، بالتاكيد ممكن يبقى النور مش قوي وبعدين يزداد القوه بتاعته، وبعدين يزداد القوه بتاعته الى النهار الكامل زي ما الكتاب بيقول. بس لا يمكن ان تجمع الظلمه مع النور، ما ان ياتي النور حتى تهرب الظلمه. هل تؤمن؟ ده حضوره الذي يريد أن يأتي به. ما هو يعني إيه عايز يجي بحضوره؟ حضور الملك يغطي الأرض بتاعتك. يعني الرب عايز يجي من أول وجديد بالنور بتاعه، يدخل الغرف اللي في بيتك، يدخل الغرف. طب الغرف دي فيها أشخاص مش مؤمنين، طب الغرف دي فيها مشاكل، طب الغرف دي فيها ذكريات مؤلمة. فقط قف في مكان الإيمان وكمل وراء الرب الشهور اللي جاية، لأنه يريد أن يشرق بالنور، عايز يكسر الظلمة.
باسم الرب يسوع ارفع ايدك كده وقول للرب يا رب تعالى اكسر الظلمة التي في حياتي، تعالى بنورك اكسر الظلمة التي في حياتي. اوعى تكون ماسك في اشخاص ماسكين في الظلمة، في اشخاص من كتر اقتناعهم بضعفهم. سمعتوا العبارة دي قبل كده؟ شخص مقتنع بضعفه، يعني دي يقعد يسمع 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 وفي الاخر خلص بعد وعظة 3 ساعات. طبعا مفيش وعظات 3 ساعات غير عندنا هنا، بس يعني في الاخر يروح طالع يقولك اصل انت مش عارف الضعف اللي عندي عامل ازاي، انا بقالي كده 28 سنة او خليها 38 عشان يبقى زي اخونا، اصل مش عارف الظروف عندي عامله ازاي. انا لا اتحدث عن الظروف بتاعتك ولا اتحدث عن الضعف بتاعك، انا اتحدث عن النور الذي ادركه، لان النور الحقيقي كان اتيا الى العالم كون العالم به. هل انت مدرك ماذا يعني هذا كون العالم به؟ انه لو انت زيرو ما عندكش، ما فيش عالم اصلا عندك زيرو، هو ينفع يجي بنوره يكون عالم جديد عندك. كون العالم به، مش شخصيتك. اصل شخصيتي مش عارف مالها، اصل شخصيتي مش عارف مالها، خلي شخصيتك مش مهم. هل تؤمن انه ياتي بنوره فيكون تكوين جديد، يكون شخصيه جديده؟ يقولون من هذا؟ ده مين ده؟ احنا ما نعرفش الشخص ده. وجهه تغير، في اعماقه تغيرت. حينما كان يتكلم كنا في انكسار، وفي حينما يتكلم الان في انطلاق حقيقي وفي عمل حقيقي للروح القدس. تغير، هو ذا الكل قد صار جديدا. هل تؤمن بيسوع المسيح؟ تقولي ليه بتقولي السؤال ده دلوقتي؟ اقول لك لانه القصه كلها ايمان بيسوع المسيح. إيمان بيسوع المسيح. مش بقولك آمن بقى بإن أنت هتبقى أحسن، ولا آمن بقدراتك، ولا آمن بإمكانياتك، والغد سيكون مش عارف مشرقا لأنك ستكون ناجحة، لا، ولا يعنيني كل دوت. أنا يعنيني حاجة واحدة بس، إذا آمنت بيسوع المسيح أن يسوع المسيح هو الذي يغير أيا كان ضعفك إيه. يعني إذا كان غيرك من 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 ميت أقامك معه، صرت حيا، هذه معجزة المعجزات. كنت ميت بالذنوب والخطايا، كتاب يسميك كده امواتا بالذنوب والخطايا، فصرت حيا معه، حيا به، صار حيا فيك. الرب بقى هو اللي اداني الحياه، ما احنا نحيا به. الحياه الابديه هي في ابنه، الحياه الابديه هي في يسوع. اذا كانت المعجزه دي حصلت، ايه بقى ايه شويه الضعف اللي عندك اللي انت واقف بتقول اصل الضعف ده هو اللي مخلي الارض بتاعتي عامله كذا، فانا مش نافع اختبر اللي انت بتقوله ده. ايه شويه الضعف اللي عندك؟ حطهم جنب الموت يبقوا ولا حاجه. هل تؤمن؟ امن بيسوع المسيح فتخلصا به وتستريح، دي ترنيمه قديمه. امن بالرب يسوع المسيح فتخلص به وتستريح. انت مش محتاج تامن بمبادئ، انا لا اكرز لك بمبادئ، انا اكرز لك بيسوع المسيح الذي يغير. يسوع هو اللي بيغير. هل تؤمن؟ ارفع ايدك. يسوع هو اللي بيغير. قول له ما ايا كان ضعفي بقى، انا دخلت الاجتماع ده ما اعرفش عامل ازاي، بس انت تغير ايها الرب. انا اخضع نفسي مره اخرى، اذكرك بهذه العباره، ملك الرب يعني خلاص. يعني لو في حته في حياتك انت شاعر انه لم تختبر فيها الخلاص، ده معناه انه الحته دي محتاجه ايه؟ ملك الرب عليها. يعني لو في حتة في حياتك انت شاعر انا بحارب مع النجاسة مثلا، ده معناه ايه؟ ده معناه انه مشاعرك وافكارك وعينيك وقلبك محتاجين ملك الرب يستعلن عليهم ازيد، لانه حينما يستعلن ملك يسوع خلاص من النجاسة، خلاص. تقولي بس ده على كده يعني، ده معنى كده انه كل حاجة في حياتي ممكن تتحل؟ اقولك برافو عليك لو انت فهمت كده، كل حاجة في حياتك ينفع تتحل. عشان كده في حاجه اسمها حياه الكمال المسيحي في الكتاب المقدس. تقولي كل حاجه في حياتي ممكن تتحل؟ كل حاجه في حياتك خاصه بيك ممكن تتحل. قد يبقى امور عالقه خاصه باشخاص اخرين في حياتك، ارادتهم، لان رب ما بيجبرش حد. فاهمين عايز اقول ايه؟ لكن كل حاجه انت ما فيش حد تاني داخل فيها ينفع تتحل؟ ينفع تتحل. طب والحاجات العالقه دي اللي خاصه باشخاص تاني؟ صلي وشوف ايد الرب وهي بتتدخل.
مفيش حاجة مقفول، لا يوجد، مفيش قناة مقفولة في الإيمان المسيحي، لا يوجد قناة مقفولة في الإيمان المسيحي عن تدخل الرب، لكن يوجد دائما مشيئة الرب أن يتحد بي ويتحد بك لأجل أن تختبر هذه الحياة، لكي نحضر كل إنسان كاملا. ده إيه ده؟ ده هدف الكرازة في العهد الجديد. ده مش اختراع، اللي انت بتسمعه النهارده مش اختراع. كل حاجة في حياتي ممكن تتحل، كل حاجة في حياتك ممكن تتحل، ما أعيش حياة الكمال اللي بيقول عليه، ده هدف الإنجيل، لكي نحضر كل إنسان إيه؟ كاملا. وكلمة بقى بلا لوم دي تلاقيها كتير قوي في العهد الجديد، وكلمة كاملا تلاقيها كتير قوي. لماذا؟ لأن هذا متاح، ليس متاح بالمبادئ مرة أخرى، لكنه متاح في شخص يسوع المسيح. يسوع اللي عايز تعشى معاك، يسوع بكل ما عنده، بكل ما عنده من عشاء ليك، وبكل ما عنده من جندية، ما هو يسوع المسيح رب جنود، بكل ما عنده من جندية، بكل ما عنده من دلع، بكل ما عنده من أبوة، بكل ما عنده، بكل ما عنده، إذا خضعت له بالكامل يخرج منك إنسانا كاملا، إنسان كامل. مرة أخرى هذه آية عظيمة جدا، أن نحضر كل إنسان كاملا. ارفع إيدك كده قول للرب، نعم أيها الرب، يا رب أنا أحضر كاملا أمامك، ومن أخدمهم يحضرون كاملين. ده كان الهدف بتاع الرسول بولس، كاملا 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 كاملا، ليكن نور فكان نور. ده الحضور، استعلان حضور الرب، استعلان حضور الرب يعمل ايه؟ يغير كل حاجة، كل حاجة. بس بص في نفس الأصحاح، أنا قلت لك استعلان حضور الملك استعلان سلطانك، وهنا في حتة بتربط الاثنين ببعض، الاثنين دول مرتبطين ببعض، لأنه في مرات سلطانك بيبقى مطفي لأنك مش متعمد في حضوره، سلطانك ثابت لا يؤخذ منك، بس السلطان، استعلان السلطان مرتبط بأنك متعمد في حضوره، استعلان السلطان مرتبط بأنه الروح الذي فيك، الروح القدس الذي فيك اشتغل جواك فخلاك تستقبل الحضور المعلن اللي حواليك. حد فاهم؟ في حاجة، يوجد أمر يحدث يخليك مرة تاني زي المعمودية بالظبط، زي حتة القماش اللي اتغطست في المية، بقى حواليها مية وبقى جواها مية، أو بقى حواليها صبغة وبقى جواها صبغة. ده اللي الرب بيتحدث عنه لأجل الأوقات القادمة، أن الروح الذي فيك كأنه بتتفتح مستقبلات جواك بالروح الذي فيك لأجل استقبال الحضور، فكأنك بتتشمع بالحضور. عارفين لما حاجة تتشمع كده؟ هذا ما يريد الرب. لما ده بيحصل بقى يستعلن السلطان على وجهك، لما بتحصل النقعة دي، لما الروح اللي بداخلك، الروح القدس اللي بداخلك ده بيفيض وبيفتح المستقبلات، وهو نفسه اللي بيحاوطك، قوة العلي هو نفسه اللي بيحاوطك، كأنك بتصبغ، كأنك بتعمد. فالموضوع ما بيقاش ان انت بتسمع كلام فقط بودنك بس، الكلام ده مش مسمع جواك، ده انت ودنك واللي جواك منقوعين في الروح. اللي انا بقوله ده اسمه تشكيل كامل لخريطة حياتك، اعادة تشكيل لخريطة حياتك. وانا لا ادري، انت ممكن تبقى عارف الرب بقالك سنوات وسنوات، خدمت الرب سنوات وسنوات، بس بتعدي في وقت حصل تفريغ من التركيبة دي في حياتك. الرب بيقولك النهاردة، بيقولك في استرداد لهذه التركيبة في حياتك. آمن. هل تؤمن؟ في اسم يسوع، في اسم الرب يسوع. بص بقى في
نفس الإصحاح على 26، وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، اللي بعديها على طول فيتسلطوا. لازم أحفظ الآية ديت، نصنع الإنسان أو نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون. إيه اللي الرب عايزه هنا؟ الرب عايز يحصل استعلان للسلطان بتاعك. ماذا فعل الرب هنا؟ الرب عمل جنة عدن، أعد كل حاجة عشان آدم وحواء يسكنوا في المنطقة دي في مكان البهجة. عدن يعني إيه؟ يعني بهجة. إذا البهجة ضائعة من البيت بتاعك، هذا يبرر ليه بتلاقي ضعف في حياتك، لأن فرح الرب هو قوتنا. ارفع ايدك وعظم الرب، لاني اشعر كده. صنع الرب في بيوت امور وسيصنع في بيوت كثيره امور تجيب فرح لحياتك، تجيب فرح، تخليك فرحان بالرب، فرحان باللي الرب بيعمله. ومره اخرى في عدد 28، وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض واخضعوها. هو أعطاهم الجنة، لكنه أعطاهم الأرض بقى. الأرض أوسع من الجنة، الجنة دي جزء من الأرض، بس أعطاهم الجنة دي النموذج اللي يشوفوه يعيشوا فيه، يتشبعوا بأجواءه، سماء مفتوحة على الأرض، ويخرجوا لماذا؟ لكي يخضعوا الأرض، يعني يغيروا التراب بتاعها عشان يبقى عامل زي التراب بتاع الجنة، أو بمعنى آخر عشان يغيروا الأجواء بتاعتها، عشان وعلى المستوى الطبيعي حتى، علشان يزرعوها، علشان لماذا؟ عشان تبقى شبه الجنة. هو ده للرب بالضبط قاله لك وبيقوله لك في هذه الرسالة وفي الجملة اللي بدأت بيها. الرب عايز إيه؟ الرب عايز البيت بتاعك يحصل فيه الحاجتين دول، يحصل فيه استعلان حضور، يحصل فيه استعلان لسلطانك. وأصلي إن الرب يلمع أمامك ماذا يعني استعلان لسلطانك، إنه وجهك يتغير. ارفع ايدك واطلب من الرب وجهي يتغير. وجهي يتغير. الحضور يصنع تغييرات في الوجوه، الحضور يصنع تغييرات في الأشياء. مرة أخرى، الحضور يصنع تغييرات في الوجوه، الحضور يصنع تغييرات في الأشياء. وأنا بشاور لك على الأشياء لكي تدرك أني أتحدث عن أشياء عينية. الحضور بيخلي شكل بيتك في حاجة مختلفة، الحضور بيخلي ملامح المساحة اللي أنت فيها في حاجة مختلفة. بس امتى؟ لما يبقى عندك الادراك والايمان ده وماشي وراء الرب لاجل انه ده يتعمل خطوه بخطوه. يعني الرب كان مهتم بجنه عدن، ان جنه عدن تكون مكانا مريحا ممتلئا بالاشجار، ممتلئا بالحيوانات، ممتلئا بالالوان. ليه الرب عمل كده؟ لانه بيحب ادم وحواء جدا، عايزهم يستمتعوا. يريدك الرب ان تحيا في مساحة تختبر فيها أن تستمتع بحضور الرب، فترى الأمور تتغير. وارفع ايدك واعلن إيمانك في اسم الرب يسوع، يعطيك الرب الرؤية، تمييز. لو في أمور في بيتك ملتصق بها أرواح شريرة في اسم الرب يسوع، يعطيك الرب تمييزا رؤية لكي تنقي أجواءك. حينما تولد بالروح القدس، امبارح ده كان بيلمع كده جوايا، حينما تولد بالروح القدس، ليه في اشخاص لما بعد ما يختبروا التجديد او الولاده بالروح القدس يقول لك انا شفت كل حاجه كانها جديده؟ كم واحد سمع دوت؟ هو ايه اللي حصل؟ هي الرؤيه تغيرت. كيف تتم الرؤيه؟ بتشوف ازاي الحاجات؟ بانه شعاع النور بيقع على الحاجه وبيرتد إلى عينيك، فعينيك بتترجم
الإحداثيات بتاعت أشعة النور اللي أنت شفتها فتوريك المشهد اللي أنت شايفه. سهلة دي بدون الدخول في تفاصيل. يعني كيف تتم الرؤية؟ بتتم كده. بتتم إزاي الرؤية؟ إنه شعاع النور يقع على الأشياء يرتد، والارتداد بتاعه ده بحسب الطول الموجي هو اللي بيشكل لون الشيء، ولما بيرتد بيجي على عينيك فأنت بتشوف دماغك بتترجم الإحداثيات ديت الأطوال الموجية دي وبتشوف اللي أنت شايفه. طب أنا ليه بقول الكلام اللي أنا بقوله ده؟ لأنه حينما يتغير المستقبل، الجهاز ده لما بيتغير، أنا عايز أفهمك يعني إيه تشوف اللي حواليك بشكل تاني خالص، وإن دي معجزة. لما الجهاز بيتغير أشعة الضوء ثابتة، سرعة الضوء زي ما هي، بيقع على الحاجة بيرتد، بس الجهاز اللي بيستقبل حدث فيه تغيير، لأنه التغيير اللي في الروح بيعمل تغيير في النفس، النفس في الدم، الدم في الجسد، روح نفس جسد، كيان واحد بيستقبل بس حصل فيه تغييرات، فترجمة الإحداثيات بتختلف، وبالتالي اللي بيتجدد ليه في مرات كتير أو بيشوف الحاجة بشكل مختلف، لأنه الجهاز ده حصل فيه حاجة، قوة الحياة التي انفجرت في الداخل راح مأثرة روح نفس جسد. كل ما تنقعت في حضور الرب كل ما هذا الكيان أخذ أكتر من نور الرب، فبيتغير السمات بتاعت الكيان بتاعي ده، فأرى الأشياء بشكل مختلف. ده مفتاح التمييز في الحياة الروحية. يعني إيه تمييز؟ يعني واحد كان بيبص كده على الحيطة دي شايفها حيطة، بس حينما تشبع في حضور الرب بقى بيبص على الحيطة دي شايف حاجة تانية. إيه اللي حصل هنا؟ ما تجننش. أمال إيه الكيان ده؟ لأنه حصل فيه تغيير فبقى بيشوف فوق وتحت. أنتوا عارفين أصلاً أنه الشوف بتاعنا ده مستوى، في مستوى فوق وفي مستوى تحت. بغض النظر عن الأسامي يعني. مش عارف إيه تحت حمراء وفوق بنفسجي. أوكي. فحصل تغيير، الكيان ده حصل فيه تغيير، المكنة دي حصل فيها تغيير. عشان كده التمييز، الآباء من 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 القرون الأولى يسموا التمييز أم المواهب. معلش هما بيتعاملوا معاها مع التمييز على إنه مؤنث، ما تتضايقوش. التمييز مذكر عندنا كلمة يعني. يسموها أم المواهب. أنتوا سموها أبو المواهب، ما فيش مشكلة. ليه؟ مش لأن هي أعلى موهبة، لكن لأنها مؤشر أن طيارات الحياة تسري في الداخل والكيان ده بيتغير، فاستقباله رؤيته لما يستقبله شغال صح فبيميز. إذن الحياة هنا. عشان كده لما يحصل اهتزاز في التمييز، الشخص اللي يحصل عنده اهتزاز في التمييز ده المفروض انه يخضع لقوانين روحيه مختلفه، علشان كانه بقى يتدرب اكتر ويكتئ. لماذا؟ عشان في حاجه مخليه طيارات الحياه مش شغاله، فمش عارف يميز. اللي انا بقوله ده ايه علاقته بالارض؟ ايه علاقته ببيتك؟ لانه ده لازم يشتغل جواك عشان تشوف المساحه اللي انت فيها، ما هي الامور التي ينبغي ان تخلع وما هي الامور التي ينبغي ان تثبت، فتعرف تنظف. يستعلن وجه الإنسان فيك. طيب نبسط الدقائق اللي فاتت دي في جملة واحدة. اتنقع في حضور ربنا حتى لو ما فهمتش العشر دقائق اللي فاتوا دول. لما هتتنقع في حضور ربنا المكنة هتشتغل لوحديها، هتشوف، هتفهم. فمن انت بتسمع الوعظة تاني هتفهم الجزء دوت. أمين؟ طيب أحط شوية مفاتيح ضرورية في خمس دقائق، مفاتيح ضرورية لكي يكتمل تنقية الأرض، لكي يثبت الحضور الإلهي في أرضك، لكي يثبت استعلان السلطان على وجهك. واحد،
توقف عن الكلمات السلبية وجنبيها اتنين، انطق بالحق بالنور بالشفاء. ايه اللي انا بعمله ده؟ ببساطة شديدة دي طريقة الروح القدس دائما، طريقة الروح القدس دائما. بص على الرسائل هتدرك دوت، انه يشرح في مرات امور لاهوتية او انه يشرح حقائق في مرات، بس فجأة تلاقي بولس بعد ما بيتكلم في افسس مش عارف في امور عالية او يروح نازل على اسلكه اسلكه اسلكه. ده اللي الروح القدس بيحاول يعمله معاك دلوقتي، لانك ممكن تسمع كلمات تتشجع قوي قوي بس مش عارف اعيشها. واحد، توقف عن الكلمات السلبية في بيتك، في بيتك او على بيتك، ده مهم قوي. روح القدس نبهني وانا بكتب هذه الكلمات، توقف عن الكلمات السلبية في بيتك او على بيتك. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ على بيتك يعني بتحكي ازاي، على بيتك بتحكي ازاي، في بيتك يعني وانت في بيتك. طيب مفيش حاجة في الحياة الروحية اسمها توقف بدون إحلال وتبديل. توقف عن الكلمات السلبية لابد أن يصاحبها تكلم نور حق شفاء سلطان. هاخد شاهد محبب لنا من سفر التثنية، تثنية 11. الشاهد هيوريك واحد واثنين، او هيوريك اثنين وبالتالي واحد مش موجود. اسهل طريقة عشان توقف كلمات سلبية، اسهل طريقة انك تمتلئ بالحق بالنور، تتكلم تتكلم نور حق شفاء. تثنية 11 وعدد 18. فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم نفوسكم، اربطوها علامة على أيديكم، لتكن عصائب بين عيونكم، علموها أولادكم متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم. ماذا تتكلم أو بماذا تتكلم وأنت جالس في بيتك؟ هل البيت بالنسبة لك زيه زي محطة البنزين بالضبط اللي هي بتدخلها تمون نظفوا لك العربية وتروح خارج تاني؟ في ناس البيت بالنسبة لهم كده، مش عارف ما هذا التشبيه، بس كأنه في ناس ده البيت بالنسبة له، هو ده البيت. زي بيخش بحط ولا دريان بأي حاجة، بيخش بحط البنزين قافل على نفسه الشبابيك، بيفتح بالعافية عشان يبطل العربية بس يعني، لكن هو لا علاقة له بمحطة البنزين، أو بيأكل بحط بنزين، بينظفوا العربية بيغسلوا له هدوم وبيخرج من البنزينة. لو ده التعامل بتاعك مع بيتك، الرب عايز صح هذا الأمر. أمين؟ نرفع إيدينا كده ونعلن باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، أي شخص يتعامل مع بيته على أنه لا يوجد إقامة هنا لأنه لا يوجد راحة، الرب يتعامل مع ذهنك لأن هذه خدعة من العدو. لا يريدك العدو أن تتعامل مع بيتك إنه ما فيش راحة فما فيش إقامة فأنا مش مهتم. حتى لا أتحدث فقط عن بيوت أزواج وزوجات، أتحدث حتى عن بيوت أشخاص ما زالوا عايشين في بيوتهم مع أبائهم مع أمهاتهم. أنت مش واخد بالك إنه إذا التركيبة اللي أنت بتسمعها النهاردة دي مش حاصلة، الوقت اللي أنت مقضيه في البيت أنت بتتعمد بحاجات تانية، لأنه لو ده مش حاصل أنت بتتعمد بإيه؟ بتتعمد بنشاط الأرواح الشريرة اللي ممكن تبقى مهيمنة على دوائر معينة في بيتك. ارفع إيدك الاثنين كده وقول للرب، نعم أيها الرب، أريد استنارة علموها أولادكم في عدد 19 متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم، حين تمشون في الطريق، حين تنامون، وحين آخر حاجة بتقولها قبل ما تنام، أول حاجة بتقولها أول ما تصحى. في حاجة في كتاب مقدس اسمها مطالع الصباح والمساء.
ايه اول حاجه بتقولها اول ما بتصحى؟ ايه اخر حاجه بتقولها قبل ما تنام؟ ايه اخر حاجه بتفكر فيها قبل ما تنام؟ ايه اول حاجه بتفكر فيها اول ما تصحى؟ اذا كنت اخر حاجه بتفكر فيها قبل ما تنام هي الهموم، واذا كنت اول حاجه بتفكر فيها اول ما تصحى هي مسؤوليات اليوم، مطالع الصباح والمساء يحتاج ان هم ييجوا ويخضعوا تحت ملك الرب الملك فيختبروا خلاص الرب المخلص. امين. مره تاني كده ارفع ايدك وصلي بهذه النقطه، توقف عن الكلام السلبي. انا اشعر هذه رساله قد تكون تحذيريه لاشخاص. طبعا رب يشجعنا في هذه السلسله، بس ليه بقول لك ده؟ لانه في اشخاص مش يعني شعر بده وانا جاي، في اشخاص مش بياخدوا الكلمه بالحرص الكافي الايام اللي بعد كده. يعني وانا استمع الى رسائل من الاسابيع اللي فاتت وافكر في امور بتحصل مع ناس، اكتر من مره يجي ده جوايا، اذا انتبهنا لكلمه الرب ممكن اللي حصل في الاسبوع اللي بعده ما كانش يحصل. حد مدرك انا بقول ايه؟ فهي القصه مش احنا مش اجتماعات وبس كده، يعني بتيجي تسمع الوعظه وتنبسط، لا، ده في رساله في كل مره بتيجي بيبقى الرب شايف بالروح اللي جاي في الاسابيع اللي جايه، فبيعمل ايه الرب؟ بيقول لك اعمل كذا، ما تعملش كذا، لان الرب عايزك تصل الى ابراء كامل للارض بتاعتك. فخذ الكلمات بجديه. يعني لما الرب يقول لك تاني كده هكررك، توقف عن الكلام السلبي سواء على بيتك او في بيتك، تعمل ايه؟ تيجي للرب بالتضاع في هذه اللحظات تقول له يا رب اسند ضعفي، لو انا لاني متعود فبيطلع مني كلام سلبي على بيتي او في بيتي، اسند ضعفي ايها الرب. ويبقى في جديه حقيقيه. شعب مقدس للرب يعني ايه؟ يعني شعب مخصص للرب ولمقاصد الرب. مره اخرى، شعب مقدس للرب يعني ايه؟ ويمكن دي تبقى السلسله اللي جايه نتحدث عن مقدسون للرب. شعب مقدس للرب يعني ايه؟ يعني الشعب مخصص للرب ولمقاصد الرب. فلما الرب بيقول ستوب توكينج، بسكت، مش بتني كلمه الرب، مش بتني كلمه الرب، مش باخد ودي. بيقول لي توقف عن الكلام السلبي على البيت، فاصل نسيت. اصل نسيت دي معناها ايه؟ انه النار مش مشتعله جوه. ارفع ايدك كده واطلب من الرب، يا رب انا اريد، لا اريد ان اكون كما قال العهد الجديد في احد الاماكن، انه رجل نظر الى وجه خلقته في المراه وساب نفسه كده وراح خارج. لا، انا اريد يا رب حينما اتي وانظر الى وجه خلقته في المراه، وانت بتقول لي توقف عن الكلام السلبي، اتوقف عن الكلام السلبي. طب اعمل ايه بقى؟ اتكلم نور. متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم، وحين تمشون في الطريق، وحين تنامون، وحين تقومون، اكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك، عدد 21، لكي تكثر أيامك وأيام أولادك على الأرض التي أقسم الرب لأبائك أن يعطيهم إياها كأيام السماء على الأرض. ده إيه؟ ده حلم الرب لمؤمني العهد الجديد، زي ما كان حلم الرب المؤمن العهد القديم. ده حلم الآب السماوي لمؤمن العهد القديم ومؤمن العهد الجديد. ايه؟ ان احيا ايامي على الارض كايام السماء على الارض. يعني ايه ايام السماء على الارض؟ يعني كمال مسيحي، لو عايز تترجمها بكذا طريقة. يعني ايه ايام السماء على الارض؟ يعني الرب ملك على ارضي، يعني الدوائر بتاعتي تحت هيمنة الرب، يعني لا يبقى ظلف للعدو في ارضي كايام السماء على الارض. السماء ليس فيها ظلف للعدو، السماء ليس فيها ظلمة، السماء ليس فيها أمراض وخضوع للأمراض، السماء ليس فيها قيود، السماء ليس فيها عوز ونفسية تعبانة. السماء على الأرض، السماء فيها الرب الملك المخلص. يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. واحد واثنين، توقف عن الكلام السلبي، تكلم نور، حق، شفاء. ثلاثة، سبح. سبح. ارفع ايدك واطلب من الرب.
أعمال 16 الشاهد بحبه جدا. أعمال 16 ولا أعتقد أنه في أي بيت من البيوت الظروف فيه أصعب من هذا الشاهد. أعمال 16 وعدد 25. ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله. يا رب لتخرج من أفواهنا تسبيحات تسبيحات. سمع صوتك في بيتك للرب وللملائكة وللأرواح الشريرة. سبح، سمع صوتك. اوعى تقول صوتي مش حلو اصلا ما بعرفش اسبح. سبح، خرج صوتك، قول حتى بنغمات على المستوى الطبيعي متنفرة، بس علي صوتك على أرضك وسبح. لأنك حينما تسبح، بص بقى إيه اللي حصل بقى. نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، المسجونون يسمعونهما. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها، انفقت قيود الجميع. ده اللي كنت بقوله لك من شوية، حضور الرب يؤثر في الأشياء، ليس فقط في النفوس، في الأرواح. إيه اللي حصل هنا؟ حضور الرب بالتعامل مع بولس وسيلة، بالتأكيد تعامل مع المساجين، بس إيه اللي حصل كمان؟ تزعزعت الأساسات بتاعت السجن. المسلح، لو مبني مسلح طبعا هو حجارة في الوقت دوت، حصل إيه؟ تزعزعت وانفتحت الأبواب. في حاجة اسمها حضور بيفتح الأبواب، في حاجة اسمها حضور بيفتح الأبواب، مش بس في الروح الأبواب اتفتحت، لا، الأبواب اتفتحت في الطبيعي. حضور بيفتح الأبواب. وانفكت قيود الجميع، مساجين قاعدين والسلاسل في ايديهم، فجأة لو سلاسل تقع من ايديهم، حصل لهم. في مساجين في بيتك قد يكون تسبيحك يسقط القيود من ايديهم. هل تؤمن؟ يا رب انا بصلي شجاعة لنبعك كأسود في اسم الرب يسوع. تسبيحك في بيتك يوقع قيود، عشان لو عايز يعني ندخل في سجال لاهوتي 10 ثواني، هؤلاء الاشخاص ما حصلش اي حاجه، لا ارادتهم اشتغلت ولا عايزوا حاجه ولا فاهمين اللي بيحصل، صح ولا ايه الاخبار؟ القيود وقعت من ايديهم. فلو جواك اصلا انت ما تعرفش اللي عايشين معايا في البيت، ما اعرفهمش، بس اعرف المساجين دول. هؤلاء المساجين حينما سبح وامتلأ بولس وسيلة بالروح القدس، ايه اللي حصل؟ انفكت القيود بتاعتهم. يمكن ما اتغيرتش اتجاهات قلوبهم، ممكن ما حدش قال ان اتجاهات قلوبهم اتغيرت، بس قيودهم اتفكت. هذه حقيقة. هل تعاني من قيود أشخاص معاك في البيت؟ نرفع إيدينا كلنا باسم الرب يسوع لتنفك القيود والمعاناة تخلص في اسم الرب يسوع. ممكن ما يتغيرش، ممكن يتغير، صلي إنه يتغير، بس حتى لو ما تغيرش القيود بتاعته بتبقاش متعبة ليك. ارفع إيدك كده مرة تاني في اسم الرب يسوع. نرفع أيدينا جميعا ونتحد في اسم الرب يسوع. القيود اللي في حياة أشخاص تعبانة، هذه القيود تنفك حينما نسبح، واللي المؤذي ليك يصير غير مؤذي في اسم الرب يسوع. يهيمن الرب عليه، ما يهيمن الرب عليه، ما هو ده افتداء الأرض، انه الأرض بتاعتك أجواء الرب تملأ، أجواء الحضور الإلهي تملأ. فإيه بقى اللي يحصل؟ يسكن الذئب مع الحمل. ما دي أجواء الملك الألفي. أجواء الملك الألفي إيه؟ يسكن الذئب مع الحمل. هو في حاجة اسمها ذئب يسكن مع حمل؟ ما فيش حاجة اسمها كده. طبيعة الذئب يأكل الحمل، أنت لك طبيعة حمل لأنك ولدت بالروح. طب عايش مع ذئاب، إيه اللي يحصل؟ يسكن الذئب مع الحمل. متى؟ حينما يستعلم ملك الرب على أرضك، ببساطة. ما هو ده هيحصل إمتى؟ في الملك الألفي، الرب ملك، عشان كده ده هيحصل. طيب أنا في بيتي في ذئاب، أعمل إيه؟ أجي يزداد ملك الرب في أرضي، الحمل يسكن مع الذئب والذئب لا يؤذي الحمل في اسم الرب يسوع. ارفع إيدك بإيمان كده في اسم الرب يسوع، إلى أن يتغير الذئب في اسم الرب يسوع.
أربعة أسجد. وهذا مفتاح مهم جدا. أسجد. السجود واحد من الأفعال المركزية اللي فيه بيحصل تلاقي ما بينك بكل محبة للرب جواك، بكل تبعية للرب، بكل نيران للرب، ما بينك وما بين الأرض بتاعتك. أسجد لكي يتحول التراب بتاع الأرض بتاعك إلى تراب كنعان. على فكرة كنعان دي يستخدموها اللي بيدرسوا اللاهوت في حياة الكمال المسيحي وكده، يقولك أرض كنعان دي إيه؟ حياة الكمال المسيحي أو الراحة الكاملة. دي كلها مسميات لنفس الحاجة، الراحة الكاملة. يعمل إيه بقى الرب حينما تسجد؟ لما بتسجد كأنه بيحصل التحام ما بين أشواقك، ما بين النيران اللي جواك، ما بين محبتك للرب، ما بين تكريسك، ما بين المجد الرب اللي في حياتك والأرض بتاعتك. وأشعر بداخلي كده، كنت بشارك البعض الوقت اللي فات كده والرب طلع في وسطنا كلمات نبوية في أحد اجتماعات الصلاة عن السجود، إنه في مرات وانت ساجد ستختبر اقتحامات من الروح القدس في جسدك لم تختبرها من قبل، في علاقة ما بين جسدك وفعل السجود اللي بيلمس الأرض. لأنه آدم في الأصل من تراب الأرض، آدم من تراب الأرض، وحينما سقط في الخطية تلاقي الرب بيقول له في لعنة جت على حياته، لكن أيضا ملعون الأرض بسببك. ولما الرب في وقت الطوفان في وقت نوح هيفني الأرض يكلم نوح عن الناس وعن الأرض. اللي بيحصل حينما تأتي بهذا التراب، بهذا الخزف الذي لم يصبح ترابا عاديا ولا خزف عادي، ما بقتش تراب عادي ولا خزف عادي، ما بقيت إيه؟ هيكل للروح القدس. إيه اللي بيحصل لما بتيجي بالهيكل دوت وتنحني وتلمس ورجلك تلمس الأرض ورأسك تلمس الأرض؟ إيه اللي بيحصل؟ كأنه الأرض الخاصة بيك أنت تتذوق افتداء عربوني مبكر. الأرض بتاعتك أنت، التراب بتاعك أنت. ودي الحقيقة البسيطة جدا للنعمان السرياني فهمها، عشان كده قال له حمل لي بغلين تراب من ده، أنا عايز من ده. يوجد أمر يحدث في الأرض ويوجد أمر يحدث في الجو لما أنت بتبقى في المكان الصحيح في نيران الرب وتنفك قيود الجميع. الأربع حاجات دول لما تشوفهم بيحصلوا بنمو، يعني تشوف أنه في توقف عن الكلام السلبي، في نمو في اني بتكلم نور، بتكلم حق، بتكلم شفاء، في نمو في التسبيح، في نمو في السجود، وبدات بقى حواسك تلقط الاختلاف اللي بيحصل في اجواءك وفي الارض بتاعتك وفي التراب بتاعك. تقدر تعمل ايه؟ دي حاجه اخيره، لازم الاربع حاجات دول يبقوا حاصلين عشان تنتقل للحاجه الاخيره. ايه الحاجه الاخيره دي؟ ان تواجه بعض الاشخاص بمحبه في امور خاطئه. يعني ممكن الرب يقودك. ليه بقولك لازم ده يبقى حاصل؟ لأنه لو الحضور مش مستعلن واستعلان وجه الرب مش حاصل فيك، والتسبيح مش هو أعلى حاجة، والسجود وجوه غفران وراحة ومحبة كمال مسيح حقيقي، لو ده مش حاصل وذهبت لكي تواجه وانت متغاظ وانت متنرفز وانت بتواجه ايه؟ بتواجه حاجة غلط في بيتك. ممكن يحصل ايه؟ ما يحصلش المفروض يحصل. عشان كده المفتاح الأخير ده أن تواجه. هاخد آية كده رب فكرني بيها من سفر الأمثال أصحاح 25 وهختم بهذه الآية. دي الآية دي للمواجهات. هل لو في أمور محتاجة مواجهة في بيتي؟ يعني ممكن يبقى في أشخاص مثلا فتحين قنوات للعدو. طيب أنا في الحتة الخاصة بتاعتي ديت في الأرض بتاعتي في حصل بقى كل الحاجات دي، بس انا عايز ايه اللي يحصل؟ عايز تنقية اوسع. ممكن اواجه؟ ممكن تواجه، في مواجهات في الكتاب، بس كيف تواجه؟ ده اللي عايز اختم بيه. امثال 25 وعدد 11، وتركيبة الذهب
والفضة اللونين دول مع بعض موجودة في الروح في هذه الأيام كثيرا، الذهب والفضي، يعني الذهب والفضي، الذهب والفضي. يعني ايه الفضة دي؟ بتتكلم عن ايه في الكتاب؟ الفداء والكفارة. الذهب بيتكلم عن ايه؟ المجد والملك. وكأنه الرب عايز يقول لك كده، يعني في المزمور اللي بيتكلم عن الحمامة اللي هي بصفرة الذهب وأجنحتها مغشاة أو بلون الفضة، وفي الكلمات اللي هجيبها لك دلوقتي، وكأنه الرب عايز يقول لك كده، تستطيع أن تختبر المجد ببساطة شديدة حينما ترتكز على عمل الفداء. مش محتاج حاجات كتير، تصدق في يسوع المخلص، تصدق في يسوع المخلص عشان تختبر المجد اللي الرب يكلمك عنه هذه الأيام. أمثال 25 عدد 11، تفاح من ذهب في مصوغ من فضة. يعني إيه؟ يعني تفاح، طبعا إحنا نحب التفاح مش من ذهب، يعني ألوان تانية، التفاح اللي بجد يعني، بس ده تفاح من ذهب. التفاح اللي من ذهب ده محطوط فيه حاجة، وعاء معمول كده بعناية شديدة من ايه؟ من فضة. طيب ده ايه المشهد اللي احنا شايفينه ده؟ يقولك كلمة مقولة في محلها. ارفع ايدك وقوله انا عايز ده يا رب. ان لا انطق كلمة ليست في محلها، وانا رايح اعدل حاجات، اتكلم مع اخواتي، اتكلم مع زوجي، اتكلم مع زوجتي باسم يسوع. ارفع ايدك اطلب هذه الطلبة الغالية، يا رب شفتي ولساني يبقى التركيبة اللي خارجة، الكلمة اللي خارجة مني زي التفاح اللي من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. وبعدين يكمل تاني يقولك قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن ايه؟ سامعة. يعني الرب في مرات هيديك، خلي بالك بقى دي حتة مهمة قوي، الرب ممكن في مرات يديك كلمات تواجه بها أشخاص، كلمات توبيخية. لازم تصلي قبل ما تروح تتكلم الكلمات دي أن الرب يعطي للشخص اللي انت رايح تقوله أذن سامعة، لأنك ممكن تتجه لشخص تقوله كلمات حق بس ودانه ما تبقى السامعة. ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ ولا حاجة. عشان كده بص ركز تاني في الآيتين وبعدين هنصلي. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها، قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن. يعني مش كفاية ان انت تبقى حكيم، لكن لازم الأذن تبقى ايه؟ سامعة. طيب انت حكيم، من الذي يجعل الأذن سامعة؟ الرب. ودي التركيبة اللي أنا عايز أشاور عليها، أن المواجهات التوبيخ ليس عمل فردي، مش بتروح تعمله بنفسك، لكن المواجهات أو التوبيخ هي عمل أنت ليك في جزء والرب ليه في جزء مهم جدا. الجزء اللي عليك أن تذهب بحكمة بوداعة، الجزء اللي على الرب أن يجعل أذن الشخص التي تسمعك سامعة. ده معناه ايه؟ انك لا تستطيع انك تاخد نمرة 5 دي وتروح تعملها الا بقيادة واضحة جدا من الرب، لانه هو اللي هيقولك روح لما يجهز الودان. امين. هو اللي هيقولك روح لما يجهز الودان. التوبيخ ليس عملية عشوائية، وده حتى على مستوى الخدمة مش بس على مستوى البيوت، ليس عملية عشوائية. لا يمكن لو انت بتخدم، هذه نصيحة شخصية، ما توبخش حد غير لما تلاقي في إشارة خضراء. تعامل يا رب مع الأذان في اسم الرب يسوع. أذكرك مرة أخرى بالكلمات، بالمفاتيح اللي قلناها، آخر 5 مفاتيح. توقف عن الكلام السلبي، تكلم نور حق شفاء سلطان، سبح، أسجد، واجه بمحبة، كلمة في محلها في اسم الرب يسوع. غمض عينك، ارفع قلبك للرب. مرة أخرى أذكرك بهذا الإعلان
الذي بدأت به الكلمة. ما هي مشيئة الرب للشهور الآتية؟ استعلان حضور الملك يصاحبه استعلان لسلطانك لأجل راحة أرضك وتوفر مساحة تتم فيها معموديات الراحة، الاستنارة، النار، النور، نقش إصبع الرب. وهذا سيمكنك من مواجهة معموديات العالم. يوجد مواجهات والرب يعدنا مش بس ان احنا ننتصر في المواجهات الاتية، لكن ان احنا ننتصر في المواجهات الاتية بدون تعب، لأن معمودية الروح، معمودية الراحة التي يريدها الرب في بيتك تعمل حواليك غلاف تجعلك لا تشعر بضغط العدو. يبقى العدو بيضغط بس كأنه بيضغط في عازل ما بينك وما بينه، بيضغط بس المساحة اللي بيضغط فيها في عازل مش واصل لك الضغط بتاعه، شايفه مدركه بالتمييز، مدرك العدو بيضغط بس بالتمييز مش مش بالمعاناة. يا رب أصلي افتح العيون في هذه اللحظات حينما يضغط العدو. عايزك الرب تبقى مدرك الضغط بالتمييز مش بالمعاناة، مش بالألم بتاع الضغط، مش لأني حاسس بالضغط، لا، لكن لأني بميز منتصرة. ستعلن مجد من ارتضى أن يذبح لأجلنا كل الحياة. أسجد في خشوع لك يا يسوع، للأبد يسوع
من ارتضى أن يصبح لأجلي. يحتاج لرجولة. الرب يريد رجلا، شخص يقف أمامه ويقول له ها أنا أيها الرب، أفتح كل دوائر حياتي
لأجل فيض المياه، مياه الروح. رجل في تكوين 4:26 يقول: ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش، حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. اسم أنوش ابن الشيث دوت، أنوش يعني رجل. متى ابتدأ يدعى باسم الرب؟ حينما ولد أنوش رجل. ارفع ايدك في هذه اللحظات وقول للرب: نعم، رجولة جديدة تنسكب، رجولة جديدة تنسكب. ماذا يعني رجولة جديدة؟ يعني إيمان ينسكب لم أتذوقه من قبل، إيمان في منطقة دائما دائما كنت بقول عليها مقفولة وما فيش منها أمل. هذه الرجولة الروحية. يولد أنوش. ارفع ايدك عالي كده. رب حينما حدثني في هذه الآية النهاردة ما كنتش فاهم ايه وضعها بالظبط، شعرت كده الروح القدس فكرني بيها دلوقتي، وهو يقول لكثيرين: يولد أنوش رجل، رجولة. الرب يريدك رجل واقف أمامه بتقوله: دوائر بيتي مفتوحة حتى الميؤوس منها، دوائر نفسيتي مفتوحة حتى الميؤوس منها. افتح 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 باسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي كده وافتح قدام الرب، قوله: يا ويلكم يا رب. نعم يا روح الله، مفتوح قدامك كل دوائر حياتي، مفيش دائرة مقفولة، مفيش دائرة بقول عليها صعب، مفيش دائرة بقول عليها مستحيل، كل الدوائر مفتوحة يا رب. لنعطى بساطة 100% عشان نفتح كل الدوائر، كل الدوائر، روح نفس جسد، كل ذرات التراب بتاعت الأرض بتاعتي، كل ذرات تراب الأرض بتاعتي متاحة أمامك أيها الرب، ليسكن المجد أرضي، ليسكن المجد أرضي، ليسكن المجد أرضي. كل ذرات تراب أرضي مفتوحة قدامك، برجولة آتي إليك أيها الرب. بنهاية 2021 يريد الرب أن يبقى حصل شفت في حياتك لمجد أعظم بكثير، خريطة جديدة في اسم الرب يسوع. 2022 خريطة جديدة في اسم الرب يسوع. نجتاز مراحل الرجولة يا رب، نجتاز في مراحل الرجولة. أنوش 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 مرحلة جديدة في النضوج، أنوش مرحلة جديدة في النضوج. عرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيث، قائلة: لأن الله قد وضع لي نسل آخر عوضا عن هابيل. شيث كان تعويض، عوض تعويض، لأن قايين كان قد قتله. لشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش، حينئذ ابتدي أن يدعى باسم الرب. ممكن تبقى اختبرت شيث عوضا عن امور في حياتك، هذا لا يغني عن انوش. انوش لابد ان ياتي رجوله، مواجهه مع لم يتم مواجهته من قبل، مواجهه مع ما لم يتم مواجهته من قبل في حياتك باسم الرب يسوع. حق فقدك محفوظ، حق فقدك محفوظ. عايز اطمن اشخاص كثيرين ما أتحدث عنه من اختبارات ربع دخلت فيها، حق فقدك محفوظ فيها، ليست اختبارات انكسار. حق فقدك محفوظ في الاختبارات اللي جاية، حق فقدك محفوظ في الاختبارات اللي جاية. مش اختبار يعقوب، ما بلاش ذهنك يروح على يعقوب، مش اختبار يعقوب، لا، حق فقدك محفوظ في الأيام اللي جاية.
اختبار أنوش رجل واقف مترائي فيه وجه الإنسان، رجل واقف مترائي فيه وجه الإنسان، ليس انكسار حق فقط لكن ترائي وجه الإنسان، ترائي وجه ابن الإنسان في وجهك، ليست منطقة تعييرات لكن منطقة مجد منسكب. افهم تون صوت الرب في هذه الليلة جيدا، ليس منطقة صراعات ولا تعييرات لكن منطقة مجد الرب فيها منسكب، مفيش كسر حق فخذ لكن في مجد منسكب. يجعل الإناء الخزفي يلمع ويجعل أرضك ساكن فيها المجد، يسكن المجد أرضي. قول كده وانت واقف، يسكن المجد أرضي، يسكن المجد أرضي، يسكن المجد أرضي، يسكن المجد أرضي. عبرنا بمنطقة كان فيها كسر حق فخذ بس عبرنا عبرنا عبرنا، عدت المنطقة دي، عدت المنطقة دي، عدت. لا أشجعك، أقول لك ما أشعره في روحي، منطقة كسر حق الفخذ عدت. الأرض التي أنت داخل إليها دي أرض جبال وبقاع يسقيها الرب من هذا السماء، هذه أرض مجد. آمن بالمجد، ارفع ايدك وآمن بالمجد، اعلن إيمانك بالمجد، اعلن إيمانك بالمجد، اعلن إيمانك بالمجد، وليس بكسر حق الفخذ لكن بالمجد. المجد الذي يملأ الإناء فلا يجعله ينكسر. في أوقات فيها كسر بس في أوقات تاني المجد يملأ الإناء فيمنعه أنه ينكسر في اسم الرب يسوع. هذه الأرض، هذه التوقيتات التي نحن ماضون إليها في اسم الرب يسوع. مجد بيملأ الإناء لا ينكسر في اسم الرب يسوع. بالعكس نفسيتك لها أضعاف القوة في اسم الرب يسوع، نفسيتك لها أضعاف القوة في اسم الرب يسوع، عينيك لها أضعاف التمييز في اسم الرب يسوع. شفاء كامل لكل حق فخذ اتكسر، شفاء من الوجع. ارفع ايدك معي في هذه اللحظات، شفاء من وجع كسر حق الفخذ باسم الرب يسوع، شفاء من الوجع. نعم قد تظل حاملا لسمة الكسر، لسمات الرب، بس شفاء من الوجع. الوجع ما بقاش موجود، يختفي الوجع دلوقتي باسم الرب يسوع، يختفي الوجع الان، 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 يختفي الوجع الان في اسم الرب يسوع، يختفي وجع الكسر الان في اسم الرب يسوع. يسكن المجد ارضنا، يسكن المجد ارضنا، يسكن المجد ارضك، يسكن المجد ارضك، يسكن المجد ارضنا في اسم الرب يسوع. يختفي وجع الكسر، حق الفخذ يطلق، تجري على حق فخذك المكسور أسرع من الخيل في اسم الرب يسوع. قوة 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 في اسم الرب يسوع. إله خلاصنا هو يشفي أرضنا، يجعل اهتف اهتف للرب كل قواتها، أنهار من رصدنا عظمة قدراته. إله خلاصنا، إله خلاصنا هو يشفي أرضنا، يجعلها تعطي كل قواتها، أنهار تجري من رصدنا عظمة قدراته. الفائق مجد أرضنا يسكو، افرح بالرب، افرح بخروجك يا زبولون. يسكن المجد لا لن نقول يوما قد زاد مجدنا، سنقول الرب زاد عظمتنا، فمن الأكل يخرج أكلا لنا، ومن صوار الصخر
لا لن نقول لا لن نقول يوما قد زاد مجدنا سنقول الرب زاد عظماتنا فمن الآخر يخرج أكلا لنا ومن صوان الصخر أسكن المجد أرضنا أسكن المجد أرضنا بصوت الفرح يعلو له تسبيحنا بالآيات الصخر كل مالكنا لا يتسلط علينا غيره ولا يسكن الأعداء بصوت الفرح بصوت الفرح يعلو له تسبيحنا بالآيات الصخر كل مالكنا لا يتسلط علينا غيره ولا يسكن الأعداء في الارتفاع في الارتفاع فقط نكون في الارتفاع في الارتفاع في الارتفاع بركات وفي على رؤوسنا بالمجد والإيمان تملأ بركات وفرة بركات وفرة اعلن بإيمان بإيمان نعم تملأ حالة للعنات لا للعنات لنا البركات تفتح كنز السماء تأتي بالتعويضات لا للعنات لنا البركات تفتح كنز السماء لا للعنات لا للعنات لنا البركات تفتح كنز السماء تأتي بالتعويضات في الارتفاع في الارتفاع فقط نكون في الارتفاع في الارتفاع في الارتفاع باسمك نذهب باسمك نسهر نقوى في كل يوم لنا فرح نغلب كل هم باسمك نسهر نقوى في كل يوم لنا فرح نغلب نتشدد بك فأنت الأعظم أعداؤك يبنون وأنت تدم نتشدد بك فأنت لن تنجح هللويا لن تنجح ضد كل آلات الأعداء معك لن تنجح يوما لن تنجح لن تنجح ضد كل آلات الأعداء يا كل الأشياء كل الأشياء معك تعمل لخيرنا رأس النذان صار حياتنا كل الأشياء معك تعمل لخيرنا رأسا لدانا بعد صار حياتنا في الارتفاع هللويا فقط نكون في الارتفاع في الارتفاع في الارتفاع لن تنجح ضد كل آلات الأعداء معك لن نرجع يوما إلى الله لن تنجح ضد كل آلات الأعداء معك لن نرجع
يوما كل الأشياء كل الأشياء معا تعمل لخيرنا رأس اللبان بان صارت حياتنا كل الأشياء معا رأس اللبان بان صارت حياتنا هل تسلبون من الجبار من الجبار غنيمة هل يفلتوا سبيل المنصور وقوته عظيمة نعم 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 هل تحيا هذه العظام والجالسون في أرض الجنة هل يشرقوا عليهم النور هل يشرقوا عليهم النور هل تحيا هذه العظام والجالسون في أرض الجنة نعم يشرق الرب علينا نور هل يشرقوا عليهم النور نعم 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 قد جاء الأقوى ينادي بالعتق قد جاء الأقوى يخرج من السجن قد جاء الأقوى ينير الظلام يسوع المسيح يحيي عظام قد جاء الأقوى قد جاء الأقوى يخرج يسوع المسيح يحيي الشعوب لسنا نحسب فالاتبع علينا يسقط دار السهام وهي ترجع والشر منا يقترب إبليس تحت أقدامنا للأبد تحت أقدامنا إبليس تحت أقدامنا والتاني بين الشعوب لم نحسب بين الشعوب لسنا نحسب من اجتمع علينا يسكت نار السهام وهي ترجع والشر منا يقترب إبليس تحت أقدامنا للأبد تحت أقدامنا إبليس تحت يسوع قام يسوع قام حوار الظلام إلى سفن والموت للحياة لنا الحياة به والقيامة لا يقدر إبليس أن يضعفنا إبليس قدامنا للأبد تحت أقدامنا إبليس تحت أقدامنا للأبد تحت كل هادمونا كل هادمونا ومخربونا الآن يخربون عربنا لا عبودية لا شرور والرب يكمل أيامي وأيامك كل هادمنا ومخربنا يخرجون لنا من أرضنا لا عبودية لا شرور عادية أيامنا إبليس تحت أقدامنا للأبد تحت أقدامنا إبليس تحت أقدامنا
من الأبد. هيا نعلي ونهتف. هيا نعلي نهتف ونغني لملك يسوع في وسطنا. رب الأرباب رفع في المجد. هيا نعلي ونغني للرب. هيا نعلي نهتف ونغني لملك يسوع في وسطنا. رب الأرباب رفع للمجد سلطانه يسوع فوق أعدائنا للأبد. فوق أعدائنا يسوع فوق في هذه اللحظات. قبل ما نقول تاني كل هادمونا ومخربونا، ارفع وجهك امام الرب. تستعلن مسحة وجه الانسان. تقف كرجل. نور الرب يشرق على وجهك. والروح القدس الساكن فيك يفيض. فيصيغ ملامح وجهك، ملامح الوجه يعاد صياغتها في هذه الأيام وفي هذه الشهور. نصير مرعبين للعدو في اسم الرب يسوع. تنمو القرون سريعا، تنمو قروننا سريعا. ارفع ايدك كده، هاللويا. تنمو قروننا سريعا. مسحة وجه الإنسان، مسحة وجه الثور، مسحة وجه النسر، مسحة وجه الأسد. وأنت واقف رافع وجهك أمام الرب، أؤمر العدو في هذه الكلمات. ونحن نرنم هذه الكلمات مرة أخرى. كل هادمون ومخربون يخرجون الآن. ارفع يدك عاليا وأؤمر، أؤمر الآن بسلطان باسم الرب يسوع. أؤمر بسلطان الآن. هللويا. أؤمر لأن الرب قد أمر بعزك. أؤمر العدو لأن الرب قد أمر بعزك، لأن إلهك قد أمر بعزك. نعم، هللويا. أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا في اسم الرب يسوع. ارفع إيدك الاثنين كده، هللويا. وصلي مع هذه الصلاة. أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا. صنعت لنا خلاصا أيها الرب، صنعت لنا مجدا، صنعت لنا استردادا. أيد يا الله هذا الذي صنعته أو فعلته لنا. نعم، هللويا. ونأمر العدو بسلطان أن يخرج من أراضينا. ارفع إيدك عالي، أؤمر في هذه اللحظات كل هادمون ومخربون يخرجون الآن. كل من يحاول هدمك، كل من يحاول تخريبك باسم الرب يسوع يخرج من الأرض الآن. هللويا. الأروح الشريرة إلى الخارج، إلى الخارج، إلى الخارج، إلى الخارج. ولا سلب. نرفع أيدينا ونعلن لا سلب، لا اتحادات بين أرواح طمع أو محبة مال وأرواح نجاسة تستطيع أن تصنع سلبا في حياتنا. سنواجهها بقوة الرب وباسم الرب يسوع. نعم، هللويا. لن أسلب، لن أسلب، وفعليتي لن تسلب. هللويا. وتأثيري في التخوم لن يسلب في اسم الرب يسوع. رب بشكيا. تأثيرنا في تخومنا لن يسلب. وكل غنى، كل رقد، كل بركة مادية يريد الرب أن يأتي بها لن تسلب. نرفع يدينا ونعلن في اسم الرب يسوع. لا لسلب البركات المادية في اسم الرب يسوع. أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا. باركتنا بركات كثيرة ومتنوعة. أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا. أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا.
أيد يا الله الاتساع الذي أعطيته لنا، أيد الشفاء، أيد إسحاق، أيد إسحاق أيها الرب. أوه هللويا، أيد إسحاق أيها الرب، أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا، أيد الشفاء، أيد النقلة. مسحة مضاعفة، أضعاف أضعاف أضعاف، وإطلاق لخدام أكثر في اسم الرب يسوع. أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا، والعاثر كداود، العاثر في وسطنا كداود، لا مكان للضعف. أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا، البركة اللي ادتهاني. ارفع ايدك كده قوله نعم يا رب أيدها، يعني هو يباركك ويؤيد البركات في حياتك. هللويا، يحررك ويؤيد التحرير، يشفيك ويؤيد الشفاء، يعطيك إسحاق ويؤيد إسحاق في اسم الرب يسوع. إسحاق لم يحارب، إبراهيم كان في حياته حروب، إسحاق لم يحارب، إسحاق نبش الأبار، إسحاق استلم الميراث. ارفع إيدك واعلن إيمانك، إسحاق لا يحارب. ده لما جم الأعداء أخذوا منه بير، أخذوا منه اثنين، كان يتصرف من القصر، نبش مرة تانية، عارف إنه إبراهيم ترك له أبارا كثيرة، وجدوا بئرا ثالثة وسموها رحبوت، لأن الرب قد أرحب لنا. أتى إليه الأعداء يقولون له اصنع معنا عهد، سلمنا، احنا مش عايزين نبقى أعداءك تاني، أنت قوي لأن إلهك قوي. وبينما هم عنده جاء عبيده مرة أخرى يقولون له اكتشفنا بير رابع، شبعة، سبعة، سبعة، كمال، راحة، استراحة الأرض. يا رب أشكرك لأجل أزمنة تمتلئ بالانتصارات، ولما العدو يجي عاكس أشكرك لأننا لا نشعر بالوجع من حروب العدو، لكن نرى العدو هو يتراجع. وأشكرك لأننا نكتشف أبار جديدة قديمة. هللويا، أعددت لنا الكل أيها الرب، أشكرك لأننا نكتشف أبار جديدة قديمة. هللويا، وترحب لنا، ترحب لنا، ترحب لنا. ارفع إيدك عالي واعلن إيمانك، الرب يوسع لنا. هللويا، مبارك الذي وسع جاد. نعم هللويا، الرب يوسع لنا، الرب يرحب لنا. هللويا، ويجعل أعداءنا يسالموننا في اسم الرب يسوع. أعداءنا يسالموننا، أعداءنا يسالموننا، أعداءنا يسالموننا. هللويا، اعلن بإيمان، ارفع ايدك واعلن بإيمان، أعدائي يسالمونني، يأتون يقولون لي إله قوي. أعداءنا يسالموننا. هللويا، كل هادمنا ومخربنا الآن عبودية نشور راضية، والرب يكمل أيامنا. إبليس تحت أقدامنا، تحت أقدامنا، إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا. الرب نوري، خلاصي، خلاصي ممن أخاف، الرب حصن. بمرة بنوري
يخبئني في مظلتي في يوم الشر. يسترني يسترني بسدي هيم. قل على صخرة يرفعني، على صخرة يرفعني، على صخرة يرفعني، على صخرة يرفعني. الرب نوري على سيخ راسي، الرب حصنه، حصنه ممن أرتعد، لأنه يخبئني في مظلتي في يوم الشر. يسترني بستري على صخرة يرفعني، على صخرة، على صخرة أرفع مني، على صخرة يرفعني. شكرا ليك يا رب لأنك إله قادر يا رب تكمل معنا في ملء القوة باسم الرب يسوع. مبارك اسمك، أمين.